الباشا جاي وجايب معاه قريبه بيسألوا على بنت القصة سيد بسيوني، عاوز يتقدم لها. أصل بنت سيد بسيوني دي نحست وبلطت في الخط كتير قوي، لكن ربنا قادر على كل شيء. إيه ده؟ بس أنا شايفة يعني دبلة في إيديك الشمال. أيوه هو متجوز صحيح، لكن أول الموضوع ما يمشي هيطلقها وتتوكل على الله. لا حول الله يا ربي، ليه كده بس؟ هي مراتك كانت مغلبك قوي. وبعدين في المهزلة دي بقى؟ يا أم محمود ما تقلبيش المواجع على الراجل، خش كملي الصلاة يلا، اتفضلوا. استنوا هنا، يتفضلوا فين أنت كمان؟ في إيه تاني؟ أصل لا مؤاخذة يعني لازم تقلعوا الجزم عشان إحنا لسه كانسين ومسيئين، وأم ياسمين بتغلبني. أم ياسمين مين؟ هيبان دلوقتي. أصلها بتيجي يوم وتغيب عشرة. هي طلعت الشغالة. طب طلاق بجد بقى ما أنا قالع، ولو ما فهمتونيش إيه اللي بيحصل أنا هنفجر فيكم كلكم. جرى إيه يا حبيبي؟ انت مش عايز تقلع جزمتك ليه؟ ميكونش ريحه شرابك وحشه؟ ما تتكسفش يا حبيبي، احنا هنبقى اهل. اقلع اقلع وهات الشراب وانا اغسله لك وينشف على قرايه الفاتحه. مش انت ناوي تقرا الفاتحه النهارده برضو؟ سكت الست دي بدل ما افقد اعصابي.